دار الطب حلمك هيبقى حقيقة. رجعنا لكم مرة تانية، معدنا دلوقتي مع الأستاذ دكتور أحمد عوض الله مدير مركز دار الطب. أهلا بيك يا دكتور. وسؤالنا النهاردة بيقول إمتى نزرع الأجنة المجمدة بعد المنظار الرحمي العلاجي؟ أوكي، هو يعني خلينا نقول المنظار الرحم العلاجي يعني إيه؟ منظار الرحم هو آلة بتدخل عن طريق عنق الرحم لرؤية تجويف الرحم. إن كان دخول المنظار لتجويف الرحم فقط لمناظرة التجويف من الداخل ده اسمه تشخيصي. لو أنا داخل وهعمل فعل طبي جراحي جوه تجويف الرحم يبقى ده اسمه علاجي. العلاجي ده ممكن يبقى فيه شوية التصاقات، عنكبوت هدخل أقصه بمقص ده اسمه فك التصاقات داخل تجويف الرحم. أو إنه يكون في زايدة جوه تجويف الرحم اللي هو أورام ليفية أو زوايد رحمية، وده برضو هتتقص أو هيعملوا لها عملية تنظيف من جوه تجويف الرحم. أو يبقى في حاجز رحمي، يعني زي لما يكون مدلدل حتة لسان كده هو زي بتاع اللي جوه اللوزة يعني عندنا، ودون هيتقص برضو بأجهزة معينة عشان يبقى تجويف الرحم في الآخر واخد الشكل بتاعه، الشكل بتاع تجويف الرحم كده مجوف. وفي دلوقتي بعض الإجراءات بتتعمل إنك أنت تدخل بإبرة تحت سطح الرحم، مش في عضلة الرحم، تحت السطح اللي هو الأنسجة بتاع تجويف الرحم عشان تحقن مواد معينة في نقط معينة، بعد كده بتساعد على الريجنريشن أو التكاثر بتاع أنسجة تحفيز بالظبط أنسجة الرحم، وبالتالي ده ممكن يساعد على حاجة اسمها زيادة نسبة التصاق الأجنة على بطانة الرحم كالحمل الطبيعي. فإحنا أي سيدة هندخل نعمل فيها أي من هذه الإجراءات المفروض بنريح تجويف الرحم أو بنريح بطانة الرحم في حدود من شهرين لثلاثة. إيه اللي بنريحها إزاي؟ طبعا لو هنعمل إجراء جراحي معقد جوه تجويف الرحم فإحنا بنحط بالونة زي القسطرة بتاعت المية اللي بتحط في العيانين، انت بتحقنها بسائل معين فبيبقى اخرها عامل زي بالونه كده جواها ميه. ففي بعض الاحيان انت بتحط بالونه جوه تجويف الرحم وتسيبها شويه، او انك انت بتدي او تركب لولب. في بعض الاحيان بنركب لولب عشان يفضل سطح الرحم من جوه ما يلتصقش مره اخرى السطح الامامي مع الخلفي او الجدران اللي هي الشمال ويمين يعني. وفي بعض الأحيان احنا بندي أدوية بس لتحفيز بطانة الرحم متمثلة في استروجين وبروجستيرون. فكأننا بنديها يقرص منع حمل، يا بنديها الإقراص اللي ندخن بيها بطانة الرحم وننزل بيها بطانة الرحم، ندخن بيها بطانة الرحم وننزل بيها بطانة الرحم. أو نديها استروجين بس، نفضل نديها هرمون الاستروجين اللي هو بيتخن في الخلايا بتاعت بطانة الرحم. كل دون الغرض منه هو التهدئة لتجويف الرحم من الداخل ما قبل الوصول الى استخدام بطانة الرحم في الغرض اللي انا بشتغل فيه. ده يسري على زراعة الاجنة المجمدة او زراعة الاجنة الفريش. يعني هو بس السؤال هنا ليه؟ عشان هو بيقولك انت هتعمل فعل طبي وانت عندك اجنة متحضرة. طب ما ماشي، لو انا عندي الاجنة دي انا لسه هخلقها، فانا مش مفترض ان انا هعمل لها تنشيط للمبيض عشان اسحب بويضات الا لما اكون ازلت الاعاقه من جوه تجويف الرحم. الاجنه المجمده بصفه عامه في بعض الاحيان بتبقى نسب الحمل منها اعلى من الاجنه الفريش في الستات اللي هم هيطلعوا عدد بويضات كبير. فبقت اصبحت موضه دلوقتي ان الستات يتقال لهم والله احنا هناخد بويضات وهنخصب اجنه وهنزرع عدد من الاجنه وهنجمد عدد اخر من الاجنه، او هناخد البويضات نخصب البويضات نجمد كل الاجنه ونبقى نزرع اجنه بعد كده هو في شهر والتاني والتالت زي ما يكون. بشكرك يا دكتور، شرفتنا ونورتنا كالعاده. شكرا خالص جدا للاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. خلونا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم على لو سمحتوا.